يحيى شوان الاختيار يوم أمس في حفل تتويج شئ النجوم أفضل لاعب في البطولة المغربية يحيى شوان في ذلك التعلق برفقة فريق الوداد الرياضي وكيم زياش يخرج في هذه الأجواء الاستثنائية الجميلة محبة كبيرة من الجماهير المغربية لنجم تشيلسي في انتظار عودة القوة رفقة الفريق الإنجليزي إذا عبد الصمد الساسوري يحيى شوان الوقت غدا رابط